أعزائي، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. النهاردة الخميس 10 من فبراير لعام 2022، وهنستأنف بإذن الله محاضرتنا. هنقول سلسلة من 3 محاضرات بتخص موضوع مهم جدا، وهو الـ DNA deoxyribonucleic acid and RNA الريبونيوكليك أسيد. وده موضوع مش بس بيهم الحقيقة طلبة كلية الطب، لكن بيهم يعني كثير من الطلاب من غير طلاب كلية الطب. والحقيقة أن الـ DNA والـ RNA ده واحد من أعظم الاكتشافات العلمية عندنا، وبرضه حتى نرد إلى كل ذي حق حقه، فإن بيعتقد الكثيرون بأن الاثنين اللي اكتشفوا الـ DNA هما الأمريكي اللي هو عالم الأحياء الأمريكي جيمس واتسون، ومعاه عالم الفيزياء البريطاني فرانسيس كريك، وده حدث في 50ات من القرن الماضي. بينما في الحقيقة ربما المكتشف الحقيقي مش هما الاثنين دول، إنما راجل سويسري كيميائي اسمه فريدريك ميشر، وده كان في يعني 60ات القرن اللي قبل الماضي في 1860. ده الأول عشان نرد إلى دي كل حق حق. إحنا سلسلة المحاضرات هيبقوا 3، أول واحدة على الـ DNA والـ RNA types and structures، تاني حاجة على الـ DNA replication، تالت محاضرة هتبقى على الـ translation and transcription. فنتوكل على نبتدئ بالمحاضرة الأولى اللي هي بتخص الـ DNA والـ RNA. الحقيقة قبل ما نبتدي، فأنا بس أحب الأول أوجه الشكر لحضراتكم أن اليوتيوب بعت لي أن السبسكرايبرز وصلوا أكثر من 100,000. الحقيقة هم مش أكثر 100,000، اليوتيوب بيتصرف متأخر شوية، هم حوالي 150,000. فأنا بأشكر كل المتابعين، والمشاهدات طبعا بالملايين، ويمكن في يعني لكشر قلناها على الكوفيد وصل فيها عدد المشاهدات لحوالي 1,000,000 مشاهد. وطبعا 1,000,000 مشاهد في حالة حاجات علمية دي حاجة صعبة شوية، لان احنا يعني انا عارف الموضوع بيبقى مش مسلي، دي مش اغنية او مش فكاهة او حاجة زي كده. فالاول قبل ما نبتدي بحب اشكركم. فنتوكل على الله، نبتدئ بالمحاضرة الاولى واللي هي بتخص الـ DNA والـ RNA الـ structures والـ types بتاعتهم. الأول عاوز أقول هو إيه أهمية الـ DNA؟ إن الـ DNA ده contains الـ genetic information اللي هي المعلومات الوراثية اللي بنسميها إيه؟ الكود، الشفرات. الشفرات بتاعت إيه؟ بتاعت أهم حاجة في جسمنا وهي البروتين. البروتينز ده هو أهم مركب موجود في الجسم. فلما البروتين نعرف الشفرة بتاع تكوينه ده، this will allow all forms of life to function, to grow and reproduce. يبقى ده أهمية الـ DNA، إن هو فيه الشفرة بتاع عمل البروتين. طب هو البروتين بيختلف عن بروتين آخر في عدة أشياء، إنما تعال نركز في الحاجة الأهم، البيلدينج بلوكس، المكونات الأساسية بتاعت بروتين هي الأمينو أسيدز. خلاص، لدرجة إن عشان كده حتى يسموا البروتين نيتروجينس برودكتس، لأن الأمينو أسيدز وبالتالي البروتين فيها النيتروجين. طب ببساطة شديدة هو إيه الفرق بين بروتين وبروتين؟ تعال نفكر مع بعض. 3 حاجات يفرقوا البروتين ده عن البروتين ده، اللي هو عدد الأمينو أسيدز، نوع الأمينو أسيدز، ترتيب الأمينو أسيدز. فعشان أعمل بروتين معين لازم يبقى عندي 3 معلومات دول، العدد والنوع والترتيب. المعلومة دي موجودة فين؟ موجودة، اكتشفنا أنها موجودة في الـ DNA، في الـ DNA. طيب بس عيب الـ DNA ده اللي المعلومات موجودة في صورة شفرة، عيبه انه موجود في نواة الخلية اللي هي النيوكليس اهو، بينما تصنيع البروتينات
المصنع بتاع البروتين بيتم في حاجة اسمها ريبوزومز اللي موجودة بره النيوكلياس، موجودة في السيتوبلازم. عشان هذا الريبوزوم اللي هو بيمثل نوع من أنواع الـ RNA بيسموه ريبوزوم الـ RNA، لازم عشان يعمل بروتين يبقى عنده المعلومات اللي موجودة في الـ DNA، نوع وترتيب وعدد الأمينو أسيدز. فالحل دي يجي بقى الـ RNA، إن لازم الأول نعمل ترانسكريبشن، يعني ناخد طبعة كوبي من المعلومات اللي موجودة في الـ RNA ونرسلها للريبوزومز. هو ده وظيفة مرسال الحمض النووي اللي هو الماسنجر RNA، إنه بيعمل كوبي للكودز اللي موجودة في الـ DNA ترانسكريبت، فالعملية نسميها ترانسكريبشن، وياخدها يوديها للريبوزومز. فمن الأسئلة المهمة جدا في الـ MSQ ان الترانسكريبشن بيحدث فين؟ خدوا بالكم، في النيوكليس، في النيوكليس، وينتهي بايه؟ الاند برودكت بتاعه هو الماسنجر RNA. يخرج الماسنجر RNA ومعاه الثلاث معلومات المهمه لعمل بروتين، اللي هم العدد والنوع والترتيب بتاع الامينو اسيدز، ويروح الفاكتوري المصنع بتاع التصنيع ده اللي هو اسمه ريبوزومز، وده نوع تاني من الريبونيوكليك اسيد سموه ريبوزومال RNA، محمل بالمعلومات. المعلومات دي اللي موجودة على الميسنجر RNA بنسميها هي كود شفرة، فبيسموها كودونز. كودونز يعني اللي هي الشفرات اللي موجودة على الميسنجر RNA. الريبوزوم RNA اللي هو المصنع ده اللي انتوا شايفين المدور ده بيكون من قطعتين، قطعة صغيرة سمول وقطعة كبيرة، فبيروح ماسك الميسنجر RNA ما بين القطعتين دول، وموجود عليه الكودز للأمينو أسيدز وعددها وترتيبها. هنا يجي النوع الثالث بقى من الـ RNA اللي هو هيعمل حاجتين، هيفك الشفرة دي الكودونز اللي موجودة على الميسنجر RNA، ويقول أنهي أمينو أسيد هو يشيله ويجيبه، عشان كده سموه ترانسفير، لأنه بينقل ترانسفير RNA. خلاص، اللي بينقل الـ RNA بينقل أسف الأمينو أسيدز، يبقى ده عليه حاجة اسمها أنتي كودونز. أنتي كودونز يحل الكود ويجيب الأمينو أسيدز اللي هو اللي احنا عاوزينه ده. وبعدين كل سايت يقول لي ده أنهي أمينو أسيد، الأمينو أسيد اللي بعده اللي بعده، يبقى عندنا مجموعة الأمينو أسيدز اللي بتشكل البوليبيبتايد شين ومن ثم البروتين، ويقوم الريبوزومز بأنه يركبهم في بعض، يشبكهم في بعض. يبقى كده تعرفنا على الثلاث أنواع الأساسية من الريبونيوكليك أسيد. النوع الأول اللي هو مرسال الحمض النووي الميسنجر RNA اللي بيعمل ترانسكريبشن، بيعمل كوبي من الشفرات اللي موجودة في DNA ويطلع بيها للمصنع. المصنع اللي هو مين؟ اللي هو الريبوزومال RNA، اللي هو بنقول يا بخت بنجمع رصيم في الحلال، بيجمع الميسنجر RNA اللي عليه الشفرات الكودونز، والترانسفير RNA اللي هو عنده تو سايتس، سايت فيه الانتي كودون هيحل الشفرة، والسايت التاني يقول ان حل الشفرة دي يبقى هذا الامينو اسيد. كل ترانسفير RNA بيترانسفير سبيسيفيك نوع معين من الامينو اسيدز، فنحل شفرة بشفرة وننقل امينو اسيد تلو الامينو اسيدز لحد ما نعمل سلسلة البولي بيبتايد تشين. يبقى عملية الترانسليشن دي بتتم فين؟ سؤال MSQ، بتتم في الريبوزومز في السيتوبلازم مش في النيوكليس، وبتنتهي بايه؟ الاند برودكت بتاعها هو تكوين البوليبيبتايد شين. طيب نيجي شويه نقاط في الام اس كيو مهمه جدا. الشفره اللي في الدي ان اي دي بتبقى في صوره ايه؟ كل امينو اسيد بيرمز اليه بثلاثه نيتروجينس بيزس، ثلاثة نيتروجين، يعني يبقى كل ثلاثة يقولوا أمينو أسيد، عشان كده بيسموا اللي موجود في الـ DNA الشفرة دي تريبلتس، من كلمة تراي عن ثلاثة تريبلتس، يبقى هم عبارة عن 3 letter base code for each specific أمينو أسيد. طيب قلنا إن احنا بنطبع التريبلتس دي وبناخد الشفرة دي، مين اللي بيرسل الشفرة دي؟ مرسال الحمض النووي ميشن RNA هو اللي عليه الكوبي، الكوبي بتاع الشفرات دي اللي هو يسموه ايه الكوبي ده؟ يسموه
كودونز لانه نسبه كود يعني شفره. ده عباره عن كوبي temporarily copy of codons in DNA. وبعدين يروح للريبوزوم اللي هو المصنع اللي موجود في السيتوبلازم اللي هو RNA الريبوزوم RNA اللي موجود في السيتوبلازم. وهناك يلتقي مين بقى؟ بال ترانسفير ريبونيوكليك أسيد اللي هو عليه في ناحية الأنتي كودون اللي هو هيحل الكود ده ويقول أيوه أنا اللي مطلوب وأدي الأمينو أسيد اللي أنا بحمله. كل ترانسفير ريبونيوكليك أسيد بيترانسفير سبيسيفيك أمينو أسيدز فبيباين تو سبيسيفيك كودونز في المسنجر آر إن إيه ويترانسفير سبيسيفيك أمينو أسيد. يبقى ما تلخبطش. سؤال إم إس كيو: الدي إن إيه عليها التريبلتس ده في النيوكليس اللي هي الكود فور دي أمينو أسيدز، بتطبعها مين اللي بيشيل الكودونز؟ المسنجر آر إن إيه. مين اللي عليه الأنتي كودونز اللي هيحل الشفرة؟ الترانسفير آر إن إيه. مين اللي بيصنع البروتين؟ الفاكتوري فور بروتين سينسيس في الخلية هو الريبوزومال آر إن إيه. وده موجود في تو سايتس، يا إما فري في السيتوبلازم يا إما بيبقى ماسك في عضي اسمه إندوبلازميك ريتيكولم. ففي الحالة دي بيبقى ماسك في صورة حبيبات فيسموها رف إندوبلازميك ريتيكولم. نكمل بقى القصة ونقول الآتي: إن البروتينز دي هي الاكتف بارت اوف سيلز. عشان كده معلومه في الام اس كيو مهمه جدا: ذا مور ذا سيل از اكتف ذا مور ويل بي اتس بروتين كونتنت. طب مين البيلدينج بلوكس المهمه في عمل بروتين؟ طبعا البروتين معمول من حاجات تانية، في كاربون وفي ار جروب وفي امينو جروب. الامينو جروب فيها الامينو اسيدز. عندنا كام امينو اسيدز؟ دي معلومه مهمه جدا. عندنا في الهيومن بودي حوالي 20 امينو اسيدز مهمين عندنا جوه جسمنا، فيهم 9 ما نقدرش نصنعهم، لازم ناخدهم في الاكل، فبيسموهم essential امينو اسيدز. يبقى ايه هو تعريف الاسينشال امينو اسيد؟ لازم حاجتين: needed and cannot be formed in the body. يبقى لازم تقول كلمتين: needed by the body، لانه لو مش needed يبقى مش essential. وليه هو essential؟ لانه cannot be formed in the body، لازم ناخده في الاكل، يبقى needed and cannot be formed. طيب تعالوا بقى نعمل حسبة لطيفة نتسلى فيها. احنا عندنا 20 امينو اسيدز، بينما قلنا ان هناخد دلوقتي ان عندنا بعد شوية 4 نيتروجينس بيزس في الـ DNA، كل 3 منهم يقولوا لي ان ده امينو اسيد. حتى هنقولهم مين هم، هنتكلم عليهم دلوقتي حالا، اللي هم الادينين والجوانين والسيتوزين والثايمين، هنرمز لهم بالحروف A و T و G و C، وعندي طريقة حلوة هحفظها لكم بيها. يبقى 4 حروف، كل 3 منهم كل تريبلتس يقولوا أمينو أسيد. وعلى فكرة ممكن يبقى 3 حروف مختلفين وممكن حرف منهم يتكرر مرتين في الثلاثة أو يبقوا الثلاثة نفس الحرف. طب تعالى نحسب نتسلى. يبقى رياضيا عندي هاخد 4 حروف، كل تجميعة من 3 يشيروا، كل تريبلتس يشيروا إلى أمينو أسيدز. يبقى عدد الاحتمالات البروبابيليتيز كام؟ مين شاطر رياضيا؟ سهلة: 4 حروف أنا محتاج تجميعة من 3 بس، يبقى عدد الاحتمالات يبقى 4 أس 3 4 to the power 3. يبقى 4 في 4 في 4 4 في 4 ب 16 في 4 يبقى 64. يبقى عندي 64 كودونز شفرة للأمينو أسيدز. واحد يقول لي طب ازاي ده انا كل اللي عندي 20 امينو اسيد وازاي عندي 64 شفره؟ ده سؤال ام اس كيو. في 4 شفرات ملهاش دعوه بالامينو اسيدز، 3 تقول لك ابتدي الستارت، وهنقولهم في المحاضره القادمه باذن الله. اسف، 1 يقول لك الستارت، 1 يقول ستارت، و3 يقول لك ستوب. يبقى 1 تو ستارت و3 تو ستوب، ادي 4 من 64، ويبقى في 60 شفره خاصه ب 20 امينو اسيدز. يبقى ده معناه ايه في الام اس كيو؟ ان 60 شفره تشير الى 20 امينو اسيد، يبقى ممكن اكتر من شفره تشير الى نفس الامينو اسيد، السبيسيفيك امينو اسيدز. طب ودي قيمتها ايه ان يبقى عندي اكتر من شفره لنفس الامينو اسيد؟ لو حصل ميوتيشن او تحور يبقى ممكن يبقى عندي شفره اخرى تعوض. يبقى ده الحسبه بتاعتنا تبقى عارفها كويس قوي. ده بدايه القصة، فهمنا ايه هو الدي ان ايه
وايه هو ال RNA بانواعه الثلاث اللي بيحمل الشفره اللي هو ال ال ال, ال هنقولها تاني بسرعه. يبقى ال DNA عليه تريبلتس اللي هو ثلاث حروف تدل على الامينو اسيدز، الماسنجر RNA عليه الكودونز الشفرات بعد ما طبعها، الترانسفير RNA على وان سايت عنده الانتي كود اللي هيحل الشفره، وعلى الناحيه الثانيه شايل سبيسيفيك امينو اسيد امينو اسيد، وبعدين الريبوزوم RNA اللي هو المصنع اللي بيحصل فيه التصنيع. ولا تنسى السؤال الام اس كيو هعيده تاني، ان الترانسكريبشن بيحدث في النيوكليس والاند برودكت ميسنجر ار ان اي، بينما الترانسليشن بيحدث في السيتوبلازم في الريبوزومز والاند برودكت هو البولي بيبتايد تشين. ما ننساش هذا الكلام. نيجي بقى نتكلم على الستراكشر اوف دي ان اي وار ان اي. وي هاف 3 اكزامبلز اوف نيوكليك اسيد اللي هم تبقى عارفهم، ده سؤال مهم، اللي هو الدي ان اي والار ان اي، وطبعا سموه نيوكليك اسيد لان هم اكتشفوهم في النيوكليس فسموهم نيوكليك اسيد. ولا تنسى حاجه ثالثه مش موضوعنا النهارده، اللي هو الادينوزين ترايفوسفيت اللي موجود في الميتوكوندريا واللي هنجيب سيرتها حالا دلوقتي. طيب ما هو النيوكليك اسيد؟ النيوكليك اسيد عباره عن بوليمرز. يعني ايه بوليمرز؟ نتعلمها. قلنا مير يعني بيس، بولي يعني ماني بيسز، يبقى النيوكليك اسيد عباره عن بوليمرز يعني ماني بيسز ميد اوف مونومرز يعني قطع من النيوكليوتيدز. يبقى النيوكليك اسيد عباره عن قطع كثيره، القطعه الواحده اللي هي المونومرز هنسميها نيوكليوتيدز. يبقى ما هي النيوكليوتيد؟ النيوكليوتيد هي البيلدينج بلوك اوف نيوكليك اسيد. يبقى النيوكليك اسيد اكتر من نيوكليوتيدز، النيوكليوتيد هي الوحده الواحده. تعال نتفرج بقى على شكل الوحده دي بتتكون من ايه. النيوكليوتيد، النيوكليوتيد بتتكون از فورمد اوف 3 بارتس، من بنتوش شوجر، شوجر خماسي فيه خمس ذرات كربون، 1 2 3 4 5 بنتوش شوجر، يبقى شكله حتى هو عامل زي البنتاجون عشان ما تنساش. وبعدين تاني حاجه فيه فوسفورس جروب، وتالت حاجه فيه نيتروجينس بيز. يبقى أي نيوكليوتايد بيتكون من بنتوش شوجر، 5 كربون أتوم شوجر، نمرة 2 فوسفيت جروب، نمرة 3 نيتروجينس بيز. هذا النيتروجينس بيز فيه احتمالات، ممكن في حالة الدي إن إيه يبقى أدينين أو ثايمين أو جوانين أو سيتوزين، أربع احتمالات بس، كل ثلاثة يشيروا إلى 1 أمينو أسيد. عشان كده قلنا وممكن تكرر، عشان كده قلنا 3 من 4 يبقى الاحتمالات لما نرتبهم طلع 64. النيتروجينس بيزز دي عاوزين نتعلم عليها حاجات مهمه جدا، ان هم كومبلمنتري. يعني احنا هنعرف بعد شويه ان الدي ان اي ده عباره عن تو سترانز، عباره عن حاجتين كده زي اللادر، زي السلم النقالي، تو سترانز كل واحده فيها بيز، يبقى في بيز هنا وفي بيز هنا، كومبلمنتري. يعني لازم بايريدين بيز تمسك في بيورين بيز. حتى واحد يقول لي هو ايه الفرق بين بايريدين بيز وبايرين بيز؟ دول عباره عن كربون نيتروجينس رينج بيزز. الفرق ان البيورين فيها تو رينجز والبايريدين البايريدين بيز فيها وان رينج. وبعدين هما كومبلمنتري. يعني كومبلمنتري يعني ايه؟ يعني لازم بايرين مع بايريميدين، ادي اول حاجه. وكومبلمنتري لازم الادينوزين الادينين يمسك مع الثايمين او الجوانين يمسك مع السيتوزين. يبقى ده معنى ان هما كومبلمنتري، الادينين لازم يمسك مع الثايمين والجوانين لازم يمسك في السيتوزين. واحد يقول لي طب نحفظهم ازاي دول؟ سهل قوي، انا بحفظها لكم بطريقه لطيفه. لازم الاي مع التي والجي مع السي، فانا بقولها ات يبقى ايه مع التي، وبعدين جزيره كلاب يبقى ات جزيره كلاب، ات يبقى ايه مع التي، جزيره كلاب جي مع السي. وقلنا لازم واحده فيهم تبقى بيورين بيز والتانية تبقى بيرميدين. في حاله الار ان ايه في اختلاف بقى، نفس الاربعه بس بدل ثايمين هنريبليست بيوراسيل بيز، يوراسيل بيز. طيب عاوزين نحفظ مين فيهم بيورين ومين فيهم
بيراميدين. عندي طريقة سهلة جدا، بصوا معايا دلوقتي. احنا السيتوزين واليوراسيل اللي هي ممكن تريبليس الثايمين دي، والثايمين هم دول البيراميدين بيزس، بينما البيورين بيزس هما الاثنين التانيين. نحن لو حفظنا احنا حفظنا الاثنين التانيين، يبقى الثايمين واللي هي بدلها هيجي زي ما هنشوف اليوراسيل في الار ان اي، والسيتوزين دول بيراميدين بيز. واحد يقول لي طب افتكرهم ازاي؟ سهله. بص انت بيراميدين يعني بتديك انطباع ان دي شكلها زي البيراميد، والبيراميد ده عنده التوب بتاعه بيبقى بوينتي وشارب، فممكن يقطع البيراميد بوينتي شارب توب، يبقى ممكن يقط. يبقى تفتكر الثلاث حروف، ما احنا كل بيز هنرمز لها بحرف، يبقى قط اهي، يبقى اللي هي السيتوزين واليوراسيل او الثايمين، لانه اليوراسيل في الار ان اي والثايمين في الدي ان اي. تبقى عارف هذا الكلام بطريقه سهله نبقى عارفينها. طيب تعال بقى نتفرج على اول سؤال، ايه الفرق بين الار ان اي والدي ان اي؟ في ثلاث فروق. احنا قلنا انه هما الاثنين نيوكليك اسيد، والنيوكليك اسيد متكون من نيوكليوتايدز، والنيوكليوتايدز ده ثلاث حاجات اللي هو بنتوش شوجر وبعدين فوسفيت جروب وواحده من اربعه نيتروجينس بيزس. في حاله الدي ان اي عندي ادينين مع ثايمين وجوانين مع سيتوزين، هنستبدلها في الار ان اي الثايمين، هنحط بدلها اليوراسيل. في ثلاث فروق. ان الدي ان اي بيبقى تو سترانز، خيطين كده ملفوفين على بعض في صوره ضفيره هيليكس، بينما الار ان اي بيبقى وان ستراند بس، وان كان في نوع نادر من الار ان اي بيبقى تو سترانز، بس في الاغلب الار ان اي وان ستراند بينما الدي ان اي تو سترانز. ادي اول فرق. تاني فرق، هما في الفوسفيت جروب زي بعض. تاني فرق اللي هو التو كاربون شوجرز، ان بيبقى ريبوز في حاله الرايبونيوكليك اسيد، ومن هنا خد اسمه رايبونيوكليك اسيد، وناقص اوكسجين يعني دي اوكسي ريبوز في حاله الدي ان اي، وعشان كده بيسموه دي ان اي، دي اوكسي رايبونيوكليك اسيد، لانه في الشوجر بتاعه ناقص اوكسجين. دي يعني مفيش اوكسي، دي اوكسي ريبوز. ده تاني فرق. تالت فرق في الفور نيتروجينس بيزس، الفور نيتروجينس بيزس هم في الدي ان اي زي الار ان اي، ما عدا الفرق الوحيد ان في الدي ان اي في ثايمين هنستبدلها باليوراسيل. تعال بقى نتعلم مع بعض ازاي نرسم الريبوز شوجر بطريقه سهله جدا هعلمها لكم. اولا الرمز بتاع الريبوز شوجر اللي هو السكر الخماسي سهل جدا، الفورمولا بتاعته هتبقى كربون 5 هيدروجين 10 اوكسجين 5. عرفت تفكرها ازاي؟ كانهم خمسه كربون وخمسه ميه، ما هو الميه H2O، يبقى كربون 5 H10 وبعدين اوكسجين 10. طيب ازاي هترسمها؟ تعال اعلمك ازاي ترسمها. هترسم البنتاجون ده، وبعدين هتحط فوق اوكسجين، مش هتحط كربون، ويبقى ده كربون اتوم نمبر 1، كربون اتوم نمبر 2، كربون اتوم نمبر 3، كربون اتوم نمبر 4، كربون اتوم نمبر 5 هتبقى بره البنتاجون. يبقى هترسم بنتاجون الاوكسجين في التوب، وبعدين هتحط واحد تبتدي من اليمين، من اليمين فوق الرايت اب 1 2 3 4، والخمسه موجوده هنا. طب هتكمله ازاي؟ هقول لك سهله جدا. 1 و2 و3 كربون اتوم 1 و2 و3، هتركب في كل واحده هيدروجين وهيدروكسيل جروب، هيدروجين وهيدروكسيل جروب، هيدروجين وهيدروكسيل جروب، يبقى فاضل لك 4 و5. في 5 بالاضافه لانك هتركب هيدروجين وهيدروكسيل جروب هتركب هيدروجين كمان، انما في 4 هتركب هيدروجين فقط. وخد بالك ان الكربون تترافيلنت يعني رباعي التكافؤ، يعني لازم اي ذره كربون عشان تعرف ماشي صح يبقى طالع منها 4 بونز، 4 خطوط، اي واحده منها 4 خطوط. يبقى سهله، هترسم بنتاجون تحط فوق الاوكسجين، وبعدين تبتدي من فوق يمين 1 2 3 4، والخمسه موجوده بره. هتركب في 1 و2 و3 هيدروجين وهيدروكسيل جروب، في 5 تركب بالاضافه للهيدروجين هيدروكسيل جروب هيدروجين جروب،
فأربعة هتركب فقط هيدروجين جروب. مين الكربون أتوم اللي بتفرق الريبوز اللي أنا رسمته دلوقتي من الديوكسي ريبوز؟ كربون أتوم رقم 2، هنا فيها هيدروجين وهيدروكسيل جروب، هنا فيها 2 هيدروجين يعني ناقصة أكسجين، عشان كده سموه دي يعني نو أكسي، نو أكسي ريبوز. يبقى الديوكسي ريبوز فاقد أكسجين من أنهي كربون أتوم؟ الكربون أتوم رقم 2 اللي هي لور رايت، تبقى عارفها كويس قوي. يبقى تاني ان النيوكليك اسيد هو عباره عن بيتكون من بوليمرز اوف نيوكليوتيدز، النيوكليوتيد عباره عن شوجر خماسي فوسفيت جروب نمره 2 بيز نمره 3. البيز دي لازم تبقى كومبلمنتري، يعني ايه؟ لازم يبقى بايرين ماسك في بايريميدين، وبعدين لازم يبقى الادينين مع الثيمين، ولازم يبقى الجوانين مع السيتوزين اللي قلناها عشان تفتكرها اد جزيره كلاب. طب الفرق ما بين الدي ان اي والار ان اي ثلاث فروق. اول فرق ان الدي ان اي دبل ستراندز، خيطين في شكل هيليكس، انما ده وان ستراند. تاني فرق ان هنا دي اكسي ريبو شوجر في حاله الدي ان اي، طبعا واضحه من الاس، وهنا ريبو شوجر في حاله الريبو نيوكليك اسيد. ثالث فرق ان الفور نيتروجينس بيزس بيبقوا بدل ثيمين في حاله الدي ان اي هتحط يوراسيل. ولا تنسى مين هم البيراميدين. البيراميدين قلنا البيراميد ليه بوينتي شارب اند في التوب ممكن يكات، يبقى السيتوزين واليوراسيل والثيمين هم دول اللي بيبقوا بيراميدين، بينما الادينين والجوانين دول بيبقوا بيورين. ولا تنسى ان البيريدين بيبقى دي عباره عن هما الاثنين كاربون نيتروجينس رينج، البيورين فيها 2 رينجز، البيريميدين فيها 1 رينج. كل دي اسئله في الام اس كيو تبقى عارفها كويس. طيب نيجي بعد كده بقى نكمل على الدي ان ايه. يبقى الدي ان ايه قلنا شكله بيبقى شفناه لايك تويستد لادر، يعني بيبقى سلم بس تويستد يعني ملفوف على بعضه كده في شكل هيليكس، دبل هيليكس، لانه عباره عن تو ستراندز خيطين. برضو لو جالنا على الدي ان ايه عاوزك تتكلم عليه في اربع نقاط مهمين جدا، كل اتنين مع بعض مع شق مستعشق النظام. نقطتين هنتكلم على التو ستراندز، ونقطتين هنتكلم فيهم على البايندينج تايبس اللي ما بينهم. التو ستراندز، ايتش ستراند قلنا از فورمد اوف نيوكليوتيدز، قلناها اللي هي النيوكليوتيدز ثلاث حاجات، اللي هي البيدنج بلوكس بتاعت النيوكليك اسيد، فوسفيت جروب، الشوجر بنتوز هنا دي اوكسي ريبوز، وبعدين قلنا نيتروجينس بيز اللي هم كومبلمنتري. بعيد للمره الثالثه، يعني كومبلمنتري يعني بيورين مع بايريدين، اسف بيورين مع بيراميدين، او لازم الات جزيره كلاب، الادينين مع الثيمين والجوانزين مع السيتوزين. طب تاني نقطه ان لازم التو ستراندز يبقوا انتي باراليل، يعني عكس بعض في الاوبوزيت دايركشنز، فواحده بتبقى بادئين من كربون اتوم 3 رايحين ناحيه كربون اتوم 5، خلاص اهي اللي هي دي، ادي كربون 3 ورايحين ناحيه 5، والثانيه عشان كده اسهل حاجه تبقى ترسمهم مقلوبين، بتبقى رايحه من 5 ناحيه 3، يبقى هم موجودين ان اوبوزيت دايركشنز. اسهل طريقه عشان ترسمها انك انت تبقى تقلب الورقه، فترسم دي النص اهي اللي رسمتها قبل كده وعلمتك ازاي، اهي دي النص، وبعدين النص تاني تبقى تقلب الورقه. وخدوا بالكم هنا لما بترسم البنتاجون بيبقى في واحد ماسك البيز وفي خمسه ماسك الفوسفيت جروب، لما ترسمها تبقى تقلب الورقه من فضلك، دي اسهل طريقه. يبقى اتعلمنا ان التو ستراندز معمولين من نيوكليوتيدز، وان هم انتي بارلل، دي مهمه جدا، واحده من كربون اتوم 3 ل 5 والثانيه ما تقلبها تبقى من 5 الى 3. طب نيجي بقى للتو بايندينج تايبس. احنا السلم ده اللي هو فوق معمول من العرضتين الفيرتيكال دول الرئيسيين الاساسيين بيسموهم الباك بون، دول لازم يبقوا جامدين خلاص. فدول بيمسكوا ازاي؟ بنمسك الفوسفيت جروب بتاعت 1 نيوكليوتايد مع الكربون اتوم بتاعت النيوكليوتايد الثانيه اللي هي بتبقى عند انهي كربون؟ كربون رقم 3، ده بيسموه
كوفيلنت بوند. كوفيلنت يعني تساهمية، بوند تساهمية. بتمسك الفوسفيت جروب اللي هو ماسك في خمسة هنا كربون مع الكربون رقم 3 في اللي فوقيها، وبحفظها لكم بطريقة سهلة. يبقى كأني في البنتاجون دول مين أهم 2 كربون أتوم نفتكرهم اللي هم موجودين في القاعدة؟ تملي القاعدة البيز دي حاجة بيزك مهمة، اللي هو كربون 2 وكربون 3. كربون 2 هي دي اللي لو ما فيهاش أوكشن بقى بدل ما ريبوز يبقى دي أوكسي ريبوز، بدل ما هيدروكسيل جروب بقى هيدروجين بس يبقى دي أوكسي ريبوز. وكربون 3 هي اللي بتمسك في الفوسفيت جروب. وعلى هذا الأساس ممكن نقول إن 1 ستراند بيبقى 3 to 5، بينما الستراند الثاني هيبقى 5 to 3، يبقى أنتي بارلل عكسه. فدي تبقى عارفها كويس قوي. هذا الباك بون اللي هو كوفيلنت بونز دي بتبقى كوندنسيشن رياكشن، حتى لذيذة في الحفظ. الكوفيلنت بونز دي كو الكو كو كوندنسيشن رياكشن، بنرموف مية وبتبقى قوية وبتحتاج يعني انرجي انابوليك. طب احفظها بطريقه لطيفه، الكوفيلنت قلنا كوندنسيشن، هو حضرتك ازاي بتعمل كوندنسيشن للميلك؟ عاوز تكثف الميلك، يعني اللبن المكثف ده تشيل منه ميه، يبقى الكوندنسيشن رياكشن باي ريموفال ووتر. طب عشان تشيل منه ميه لازم تحطه على الاوفن على البوتاجاز، يعني عاوز طاقه، يبقى ات نيدز انرجي، يبقى انابوليك. وبالتالي أدام فيه طاقة يبقى البوند دي قوية جدا، عشان كده اعتبروا البوندز ما بين الفوسفيت وما بين الشجر قوية جدا، سموا ده الباك بون بتاع الدي ان ايه. بينما on the contrary تعالى بقى للرانجز اللي هي عبارة عن الايه اللي ما بين السلالم دول اللي بنطلع عليهم، الرانجز دي اللي هي العتبات بتاعت السلم. الرانج دي انت عبارة عن ايه؟ ماسك الكمبليمنتري نيتروجينس بيزز ببعض، وعتنسو تاني ماسك الاي مع التي والجي مع السي، واحدة بيورين مع واحدة قلنا بايريميدين، ولازم الاي مع التي والجي مع السي قلناها 100 مرة، وقلنا هتفتكرهم ازاي؟ ات جزيرة كلاب، ات اي تي مع جزيرة كلاب، وفي حالة الريبوز هتشيل الثايمين وتحط بدلها يوراسيل. دول بيبقوا ماسكين بايه؟ بواسطة هيدروجين بوند. الهيدروجين بوند دي ضعيفة، دي بتبقى عبارة عن انك ماسك النيجاتيف اند اوف وان موليكيل ببوزيتيف اند اوف ذا سكند موليكيل. طبعا نيجاتيف يمسك مع بوزيتيف، مش عاوزة طاقة، يبقى مش عاوزة وضعيفة. وليه ربنا عاملها ضعيفة؟ لاننا هنفك ضلفتي السلم دول، هنضطر نفكهم في عمليتين اهو، هنفكهم لما نيجي نعمل في المحاضرة التانية ريبليكيشن للدي ان ايه، يعني هنفكهم حتتين ونعمل عليهم حتة تانية، وهنفكهم تاني واحنا بنعمل ترانسكريبشن. يبقى الباك بون ربنا عملها بونز قوية، كوفيلنت بونز اللي هي كوندنسيشن، كوفيلنت يعني تساهمية، كوندنسيشن ازاي؟ بتكوندنس الميلك، بتشيل مية باي ريموفال ووتر، عشان تشيل مية لازم تعوز حرارة عشان تشيل مية، يبقى اذا تبقى انابوليك عاوز انرجي تبقى قوية، ما بين الفوسفيت جروب خلاص والكربون رقم 3 اللي هي مهمة، لانه قلنا التانية اللي مهمة اللي هي الكربون رقم 2 اللي هي ما فيهاش اوكشن في حالة الدي اوكسي. اما الرانجز اللي هم العتبات بنربطهم بواسطة هيدروجين بونز، دي ضعيفة، مجرد بوزيتيف متصل بنيجاتيف باسيف، ويبقى سهل فكها ما بين النيتروجينس بيزس، هنفكهم في حالة الريبليكيشن وفي حالة الترانسكريبشن. طيب في حاجة بقى اسمها تشارجاف رول. بيقول ايه تشارجاف رول دي؟ عاوز اعلمها لكم، بتيجي سؤال بيقول انه لازم عدد الادينين يبقى مساوي لعدد الثايمين، والجوانين مساوي لعدد السيتوزين، فانا هم مع بعض هنعتبرهم 100%، يبقى لو اديت لك نسبه واحده لست عارف تلاته التانيين. لو قلت لك الادينين 14%، طب ما احنا لازم الثايمين، مفيش ادينين من غير ثايمين، يبقى لازم الثايمين هي كمان تبقى 14%. طب مع بعض كلهم 100% يبقى نفكر بذكاء، يبقى دول 50% ودول 50%، لما يديني الادينين 14% يبقى 100 الجوانين بقيه ال 50 يبقى 36. يبقى مجرد ما يديني واحده من البيزس نسبتها كام في الميه لازم في الام اس كيو تعرف الباقيين. لو قال لي الادينين 14% يبقى لازم الثايمين اديها بالظبط 14%، ولازم الثاني يبقى بقيه ال 50، ما دول 50 ودول 50، يبقى ده 36 ده 36. وجيب انذر اكزامبل، افرض قال لي الادينين وانتوا حلوا معايا 18%، يبقى الثايمين 18%، طب يبقى الجوانين هنا كام؟ بقيه ال 50 ال 18 يبقى 32%. دي اسمها تشارجاف رول، اللي هي
الريشيو اوف ذا تو بيزس لازم يبقى كونستانت، يبقى ثابت. لو دي 14 دي 14، لو دي 36 لازم دي 36، اسمها جورجاف رول، تبقوا عارفينها كويس قوي قوي. طيب نيجي اخر بيج عندنا في المحاضره الاولى، اللي هي هنتكلم على هيرشي تشيس اكسبيرمنت. الراجل ده حب يثبت ايه؟ حب يثبت ان الجينيتك ماتيريال هي الدي ان ايه مش البروتين. البروتين هو الاهم بس مش هو الجينيتك ماتيريال. الجينيتك ماتيريال هي الدي ان ايه. فجاب فيروس بيلتهم البكتيريا، يعني هو جاب فيروس مش جاب بكتيريا عشان ما تلخبطش في الاسم، فاسمه بكتيريوفيج فيروس، وحطهم في تو راديو اكتيف كلتشر في مزرعتين فيهم مواد مشعه. واحد حطه في كلتشر فيه فوسفرس مشع، وطبعا اوعى تنسى، والثانيه فيها كلتشر فيه سلفر مشع عشان ما تلخبطهمش. مين متصل بالبروتين ومين متصل بالدي ان ايه؟ انت فاكر الدي ان ايه كان فيها ايه؟ كانت ثلاث حاجات، قلنا نيتروجينس بيز وبنتوز شوجر وفوسفرس جروب. الفوسفرس ده بتاع الدي ان ايه عشان ما تلخبطش، بينما السلفر بتاع البروتين، بدليل عندنا حاجه اسمها حتى سلفر كونتيننج امينو اسيدز. فحط مجموعه فيروسز في فوسفر في راديو اكتيف سوليوشن في فوسفرس، والمجموعه الثانيه راديو اكتيف سوليوشن في سلفر. فطبعا الفوسفرس هيادهير للدي ان ايه، بينما السلفر هيادهير في البروتين. طب مين بقى هو الجينيتك ماتيريال اللي بيريبليكيت وبيزيد الدي ان ايه؟ فحصل ان لقينا راديو اكتيفيتي في الناحيه اللي فيها سوليوشن اوف فوسفرس، دينوتنج ان الدي ان ايه هو الجينيتك ماتيريال، بينما الناحيه اللي فيها سلفر ما لقيناش فيها راديو اكتيفيتي، يبقى معناها ان البروتين ما هواش هو الجينيتك ماتيريال. طيب نيجي بعد كده في حاجه اسمها دي ان ايه باكينج. انا عايز اقول لكم حاجه لطيفه، احنا يعني لو فردنا الدي ان ايه ده، احنا عندنا الدي ان ايه ده لو فردناه عندنا يعني 46 كروموزوم في كل خليه، وعدد الخلايا الجسم بالتريليانز. معلومه صحيحه، لو في جسم الانسان سبحان الله وراء الخلق خالق، فردنا كل السلالم بتاعت الدي ان ايه اللي في كل الخلايا وحطناهم ورا بعض، عارف يطلع طولهم كام؟ يطلع المسافه من الارض للشمس، افتح ودنك، 100 مره، او قطر النظام الشمسي من اول نقطه لاخر نقطه مرتين. سبحان الله، ده كله في جسم انسان واحد. ده معناه ايه؟ ليه بقول الكلام ده؟ مش عشان خاطر اسليك. يبقى ونيد ان الاطوال الرهيبه دي ان احنا نباكت، نجمعها مع بعض، ده اهميه الدي ان ايه باكينج. ففي الايو كاريوتيك سيل، ايوكاريوتيك سيل اللي هي الانيمال سيل، لما يقول لك برو يعني قبل، برو كاريوتيك غالبا بيقصد بيها البكتيريا، افتكرها حتى البي مع البي، البرو كاريوتيك هي البكتيريا، انما ايو يعني نورمال. الايوكاريوتيك سيلز اللي هو واحده الهيومن سيلز، ولكن طبعا بتشمل الانيمال سيلز، البلانت سيلز، الفانجس سيلز، اي حاجه ما عدا بكتيريا تقريبا، يعني ركز في بكتيريا والباقي يبقى ايوكاريوتيك. فده الدي ان ايه. الدي ان ايه الاول، غير ان احنا لفين التو سترينز على بعض عشان عاملينهم هيليكس، ده احد اسباب احنا ليه السلم لفيناه، انك لما تجيب خيطين وتلفهم في ضفيره تبقى اقصر من الطول الاصلي، ده مش كده وبس، ورجعنا نلف الدي ان ايه حوالين بروتين اسمه هيستون بروتين. الهيستون بروتين ده بيتكون من كام قطعه؟ 8 قطع، وكل دي ان ايه بيلف حوالي كام مره؟ مرتين. يبقى كل دي ان ايه ضفيره بتلفه مرتين حوالين النيوكليوزومز، فبتديني حاجه في الحاله دي اسمها نيوكليوزومز، في شكل بيدز كده زي حبوب. طبعا نيوكليوزومز مفهومه الكلمه زوم يعني جسم، بادي، البادي بتاع النيوكليك اسيد بتاع الدي ان ايه. يبقى الدي ان ايه لما تلفه توايس حوالين بروتين اسمه هيستون بروتين، بيعمل لك حاجه اسمها نيوكليوزومز في شكل بيدز. طب ايه حتى اللفه دي؟ مش مجرد ان احنا نقلل حجمه، ده ليها وظيفه مهمه جدا، ان اورجانيزيشن، ان احنا ياخد مكان اقل، وبتساعد الجين اكسبريشن، انهي جينز هتبقى اكتف وانهي جينز هتبقى ان اكتف، يبقى تو فانكشن فور ذيس نيوكليوزومز. بعد كده بنيجي، ما ينفعش اللفه دي، احنا قلنا من هنا للشمس 100 مره، فلازم نعمل سوبر كويلنج، نلف تاني في سترينجز، سترينجز يعني حلقات، فتديني حاجه اسمها
كروماتين يعني البروتين اللي يصطبق. كرومو يعني صبغة وآي إن يعني بروتين. كروماتين البروتين الذي يمكن أن يصطبق. بعد كده كوندنس يعني كثف الكروماتين في صورة الكروموزومز. يبقى خدنا عندنا بقى عشان ما تتوهش أربع حاجات: الدي إن إيه عملناه نيوكليوزومز، والنيوكليوزومز عملناها كروماتين، والكروماتين عملناها كروموزومز. نيجي النقطة الأخيرة النهاردة وهي types of DNA. احنا قلنا ان في النهاردة 3 types of RNA، عاوزك تبقى فاكرهم بسرعة. ال RNA اللي هيحمل الكود من النيوكليوس، لان DNA ما بيخرجش برا النيوكليوس، هياخد الكود التريبلتس الثلاثيات اللي كل واحدة بتمثل امينو اسيد، هيطبعها ويروح بيها للمصنع. يبقى ده مرسال الحمض النووي اللي طالع من النيوكليوس رايح للمصنع اللي هو الريبوزومز، ده اسمه messenger RNA. وقلنا تاني بعدها رابع مرة الترانسكريبشن، الطباعة دي بتحدث في النيوكليوس، وسؤال ام اس كيو بينتهي بالمسنجر ار ان اي. بيروح تاني نوع، بيروح لمين؟ للمصنع. المصنع ده ار ان اي اسمه رايبوزومز. اظن مفهوم ليه سموه رايبوزومز، يعني الاجسام اللي بتتعامل مع الرايبو نيوكليك اسيد. زوم يعني جسم، رايبو يعني مع الرايبو نيوكليك اسيد، فعشان كده سموه رايبوزومز اللي هو رايبوزوم الار ان اي. ده المصنع، في حتة كبيرة وحتة صغيرة. المسنجر ار ان اي بيقف ما بينهم، وحاملا معه الكودونز. يبقى الكودونز على المسنجر ار ان اي، التريبلتس على الدي ان اي، الكودونز على المسنجر ار ان اي. وبعدين يجي عندنا الترانسفير ار ان اي، في ناحيه شايل الامينو اسيد سبيسيفيك امينو اسيد، والناحيه الثانيه فيه الانتي كودون، يمشي عليها يقرا ايوه هو ده الكودون، انا الانتي كودون بتاعي، يبقى سيب له الامينو اسيد ده. يعني قلنا في كل specific كودون لي specific one specific amino acid، وان كان لطالب ذكي ممكن ال specific amino acid يتعمل باكتر من كودونز، بس العكس غير صحيح. يعني one كودون يدل على one specific amino acid، لكن ممكن ال specific amino acid ده عنده اكتر من كودون، لان احنا عندنا قلنا 64 كودونز، واحد ستارت وثلاثه ستوب و60 ل 20 امينو اسيد، يبقى في اكتر من واحد عشان لو حصل ميوتيشن واحد باظ يشتغل. So we have messenger RNA مرسال الحمض النووي، we have المصنع اللي هو ريبوزومز، المسنجر RNA عليه الكودونز الشفرات، الترانسفير RNA عليه حاجتين، عليه حل الشفره الانتي كودونز، وعليه الناحيه الثانيه السبيسيفيك امينو اسيد اللي هيحطه. هنحط عدد معين بنوع معين بترتيب معين يدي ده بروتين اللي هو اهم حاجه في جسمنا الاكتيف بارت. دول الثلاثة. في أنواع تانية من المسنجر RNA فيه طبعا، بس دول الثلاث أنواع الأساسية. هنبقى نذكر أنواع أخرى في المحاضرتين الجايين بإذن الله. نيجي بقى الدي إن إيه، أنواع الدي إن إيه. ممكن أقسم أنواع الدي إن إيه بكذا طريقة، ممكن حسب السايت أوف دي إن إيه أقول إن أنا عندي الأهم اللي هو نيوكليار دي إن إيه، واللي على اسمه سموه النيوكليك أسيد. لكن ممكن في دي ان ايه في حته تانية في جسمنا، ده سؤال مهم جدا، في الميتوكوندريا بيسموه حتى السكند جينيتك سيستم، لان اول جينيتك سيستم موجود في النيوكليوس ده الاساسي، لكن في دي ان ايه في الميتوكوندريا اللي هي عضين اورجانيل بيعمل الادينوزين ترايفوسفيت اللي بيجيب الطاقه. عشان كده سموا الميتوكوندريا دي الباور جينيريتنج هاوس، وحدات توليد الطاقه. من اهم المعلومات في الام اس كيو ان الدي ان ايه بتاع النيوكليوس بترثوا عن ابويك الاب والام، انما بتاع الميتوكوندريا، ودي مهمه هنبقى نقول التطبيقات بتاعتها بعد كده، بترثوا عن الام فقط، المذر فقط. وعشان تخلي الناس عمرها ما تنساها فبقول لهم الميتوكوندريا دي ان ايه جاي من المذر، يبقى الاثنين بحرف الام، الميتوكوندريا من المذر دي ان ايه، يعني واخده عن الام فقط. ادي اول تقسيمه حسب السايت. التقسيمه الثانيه بقى ممكن نقسمه حسب الفانكشن الى نوعين: كودينج يعني بيحمل الشفرات بتعمل بروتين، او نون كودينج يعني لا يحمل شفرات. صدق او لا تصدق، ودي حته عاوز اقولها برضو، سبحان الله وراء الخلق خالق، ان الكودينج دي ان ايه يمثل، افتح ودنك، ده سؤال مهم جدا في الام اس كيو، اقل من 2% من الدي ان ايه، اقل من 2% من الدي ان ايه بيحمل جينات تعمل بروتينز، واكثر من 98% نون كودينج ما بيحملش كودز. وطبعا مره اخرى واحد يقول لي طب يعني ايه معناها ان ده وات ويست، يعني اقل من 2% في شفرات واكثر من 98% لا ما فيش ويست.
اولا اللي ما بيحملوش شفرات دول ينقسموا بدورهم الى نوعين، داخل نفس الجين اللي هي بيحمل شفرة لعمل بروتين، يعني جواها في عندنا حاجة اسمها بتبقى في هذه within the protein code في اجزاء ما بتعملش codes حتى يسموها introns، يسموها introns، يعني مش كل الحروف داخل الجين بتعمل امينو اسيد، في بعضهم ما يعملوش مهم انترونز. طب واحد يقول لي دي وظيفتها ايه؟ ما ربنا مش عامل اي حاجه، دي بتعمل انهانسمنت، تشجيع لعمليه عمل الجينات والكود. وفي نون كودينج بروتين موجوده بره الجينات، يعني انا عشان ما تتلخبطش اعتبر ده الاستراند بتاع الدي ان ايه، الحته دي بتعمل بروتين والحته دي بتعمل بروتين والحته دي بتعمل بروتين، ترصيصه البيزس بعد كده اللي ما بينهم ما بتعملش بروتين، يبقى دي عباره عن كودينج، انما اللي ما بين الكودينج بيسموها في هذه الحلقه ايه؟ نون كودينج، نون كودينج دي ان ايه. جوه نفس الكودينج دي، يعني لو الكودينج الحته الصغيره دي فتحتها هتلاقي في ما بينهم اجزاء ما بتعملش، يسموها انترون، يسموها انترونز، دي مهمه فور انهانسمنت للتشجيع. طب اللي ما بينهم بقى، ودول مسافات كبيره جدا، اللي هم ما بيعملوش دول وظيفتهم ايه؟ اللي ما بينهم ريجوليشن، يعني تنظيم، يعني اللي ما بيعملوش جوه اقولهم بالعربي يفتكرهم اكتر تشجيع، اللي ما بيعملوش ما بينهم تنظيم، يبقى مش ربنا عاملهم اي حاجه. يعني زي ما بقول ايه برضو، معلش نريح لمده دقيقه كده، زي احنا الارض بنعتقد انها الكوكب الوحيد اللي عليه حياه لحد دلوقتي. طب واحد يقول الله، يعني كوكب واحد من مجموعة كواكب كبيرة في المجموعة الشمسية، وكل نجم يمثل الشمس، نجوم كتيرة، ما يعني شموس كثيرة ما فيهاش خالص حياة، ومجرات، what a waste. It's not a waste، 100% في function احنا مش عارفينها، ان المجرات اثرت في الحياة في المجرة بتاعتنا الميلكي جالاكسي، والميلكي جالاكسي النجوم اللي مش شغالة فيها أثرت في الشمس بتاعتنا، والكواكب اللي ما عليهاش ووجودها جنب الأرض أثر في الحياة في الآخر. ده يدل على إيه؟ يدل على أنه وراء الخلق خالق حكيم قادر مقتدر. إن وإن بدا إن إحنا الدي إن إيه أقل من 2% بس كودينج جينز، مش معناها إن الباقي ملوش قيمة، اللي جوه الكودينج جينز ده بينهانس بيشجع، واللي ما بينه بيريجوليت بينظم، نفس الفكره. مش معناها ان الحياه على الارض بس يبقى كل ده ويست، اتس نوت ويست، ربنا عامله لسبب، احنا لم نؤتى من العلم الا قليلا، ما نعرفش الا حاجات قليله، انما هو ليه فايده. طيب دي تاني تقسيمه. ثالث تقسيمه وهي الاهم، هنقسمهم لست انواع وهنقفل بذلك، اللي هو قلنا ان الاكتف اقل من 2% اهي، ده الاكتف اقل. في ان اكتف 2%، ايه الان اكتف دي؟ الان اكتف ده كان اكتف ووز اكتف وحصل فيه ترانسكريبشن وترانسليشن وكودينج وبعدين اصبح في الاخر ان اكتف، يبقى ادي 2 من الستة بحب اقدهم لك اثنينات عشان تحفظهم، اكتف مع ان اكتف. طب نيجي اكتر 2 في الكمية اللي هو الستراكشرال، ده بيبقى 20% موجود في ستراكشرز معينه في الكروموزومز زي في السنترومير الحته اللي في النص دي، القطعه الوسطى اللي بتربطهم مع بعض، ودي بقى الاهم وهنركز عليها دي جدا، اللي هي الهايلي ريبيتيتيف سيكونسز، دي 45%، يعني نلاقي ترتيبات معينه عمال تتعاد، نفرض مثلا ادينين و يعني سيتوزين، يبقى نبص نلاقي AC وبعدين بعديها AC وبعدين AC وبعدين AC، highly repetitive sequences، نلاقي النيتروجينس بيزس اللي بنرمز بيهم الحروف بتتكرر على طول على طول على طول وبتتكرر بكثرة، ممكن نكرر حرفين أو ممكن نكرر لحد 25 حرف، تلاقي 25 حرف مترتبين ونفس الترتيبة ال 25 دول تترتب تاني وتالت وتالت، يعني ممكن من حرفين AC 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 AC، وممكن بس طبعا مش هقدر اقولها اي سي جي تي مش عارف ايه كذا حرف لحد 25 حرف وتعيدهم هم تاني وتعيدهم تالت، ده هايلي ريبيتيتيف سيكونسز وهنقول اهميتها ايه دي. طيب نيجي بعد كده فاضل عندي التيلومير، وعاوز اعلمكم تيلو يعني بعيد، مش انا بقول انا ببص في التلسكوب،
تيلو يعني بعيد، التلسكوب اللي هو بيشوف البعيد، ومير يعني قطعة، قطعة بعيدة. دي بعيدة ليه بقى؟ لأنها موجودة عند الـ end of chromosomes أهي التليميرز. طب إيه فايدتها دي؟ ما هي دي نون كودينج برضو، لكنها بتحمي الكروموزومز، بدليل إن قبل نتقدم في العمر الحجم بتاعها بيقل، يعني بيحصل لها زي أتروفي كده. حتى أنا رسم رسمة طريفة لو خدت بالك ده، وإحنا في الشباب الأولي واحد شايل هو أثقال، بيبقى التلومير عريض، لكن لما نعجز ونمشي على العصاية هو بيبقى قليل. حتى التلومير ده ممكن يساعدنا في معرفة عمر الكروموزومز. طيب أذرز بقى، أذرز دي 7-8%، ربما دي جات لنا من فيرال دي ان ايه. دي بقى ليها أهمية كبيرة جدا، بيعتمد عليها الملحدون وبيعتمد عليها زي حالاتي المؤمنون. أنا أقول الملحدون بيقولوا إيه؟ إن إزاي عرفوا إن كومن، إن في كومن أنسيستور لأي كائنين في العالم؟ إزاي بنعرف؟ أحد أسباب إن ده كومن أنسيستورز، إن نلاقي عندهم الأذر دي السبعة التمانية اللي هو الفيرال دي إن إيه موجود في نفس المواضع لكائنين مختلفين. ده معناها إن الكومن أنسيستور السلف المشترك ليهم جالوا هذا الفيروس في موضع معين وحط الدي ان ايه، فورثوا للنوعين اللي يبدو مختلفين تماما بس في نفس الاماكن. فالملحدون بيقولوا انه الاذر دول تدل ان 100% في كومن انسيستور، انما احنا المؤمنون بنبص لها بطريقه تانية خالص. ان انتوا ما خدتوش بالكم ان كل صور الحياه معموله بطريقه واحده اللي هي دي ان ايه وار ان ايه. مش غريبة ان خلقة كل الكائنات الحية حيوانا كان ام نباتا، والحيوانات على اختلافها كلها بنفس الشفرة اللي هي دي ان ايه وار ان ايه، واللي هم متكونين من نفس الثلاث اجزاء اللي هم الفوسفرس جروب والبنتوش شجر والكومبليمنتري بيزيس. البيزيس المتكاملة لازم بيبقى مع عندي بايرين مع بايريميدين، ولازم آت جزيرة كلاب الأدنوزين مع الثايمين والجوانين مع السيتوزين، وبس نبدلها باليوراسيل. إيه ده؟ يعني وحدانية الديزاين، وحدانية الديزاين اللي هو التركيب تدل على حاجة واحدة، وحدانية الخالق. إن إزاي حاجات كتيرة مختلفة لكنها مصنوعة بطريقة واحدة بديزاين واحد، يبقى 100% هناك خالق واحد، الله واحد، فاحنا بنوصلها بطريقة مختلفة. آخر حاجة هختم بيها بقى الهايلي ريبيتيتيف سيكوينسز دي، ساعات في أجزاء منها بتبقى شورت تاندم ريبيتيشن. يعني إيه تاندم؟ تاندم يعني اتنين شكل بعض ورا بعض، فشورت تاندم ريبيتس يعني اتنينات ورا بعض شكل بعض. دي بيسموها الدي ان ايه بروفايلينج، اللي تقول ان الدي ان ايه ده بتاع عمر والدي ان ايه ده بتاع هاني. يعني بتختلف من انديفيديوال لانديفيديوال، بتختلف في ايه؟ نفس الترتيبه اي سي اي سي اي سي، بس مترتبه ثلاث مرات بس عند عمر، لكن اي سي اي سي اي سي اي سي اي سي اي سي 10 مرات عند هاني. يبقى ده بتقول لنا انه لما افحص الدي ان ايه والاقي الاي سي مترتب 10 مرات يبقى ده هاني، مترتبه مرتين يبقى ده عمر، فيسموها سي اي ال دي ان ايه بروفايلنج، اللي تقول بروفايل اللي هي بيسموها الدي ان ايه فينجر برينت، كانها بصمات الاصابع. دي انديفيديوال، يعني التكرار ده بيبقى بعدد معين في فرد معين، وبعدد أكبر أو أكبر أو أكبر في فرد ثاني وثالث ورابع. من عدد التكرار، عدد التكرار مش التكرار نفسه، عدد التكرار بيبقى peculiar يعني specific لكل واحد، فيعرفنا الانديفيديوال. عشان كده الاختلاف هو في عدد التكرار، polymorphism. يبقى التعدد هو المختلف في الشكل، التعدد هو المختلف. ازاي بقى بنقيسها دي؟ بنقيسها باننا الحتت المتكرره دي بنقطعها من الدي ان ايه بواسطه انزيم بنكتت، وبعدين بنفحصها بعمليه بنعملها اناليسيس بعمليه اسمها الكتروفوريسيس. وفكره الكتروفوريسيس، فوريسيس يعني مايجريشن، هجره، انك تهاجر في مجال كهربائي. وانا عاوز اقول لكم فكره الكتروفوريسيس بسرعه، ان البروتينات والدي ان ايه بتحمل شحنات سالبه،
فلو حطيتها في جيل ماده جيلاتينيه فيها يعني بوزيتيف الكترود ونيجاتيف الكترود، هي شحنات سالبه، يبقى هتروح ناحيه البوزيتيف اللي هو الانود. وهتروح ازاي بقى؟ بسرعات بتتناسب عكسيا مع الوزن الجزيئي. يعني لما يبقى القطعه صغيره هتمشي بسرعه في الجيل، قطعه اكبر تمشي ببطء. ده فكره الفصل الكهربائي، انك انت في انود بوزيتيف وفي كاثود نيجاتيف. طب الدي ان ايه القطعة دي او البروتين حتى اللي مش موضوعنا دلوقتي بتحمل شحنات ايه؟ سالبة. فلو حطيتها في مجال كهربائي هتتجه ناحية الانود. طب ازاي هنفصلهم؟ ان الصغير هيمشي اسرع، يبقى هيبان في الاول، ثم الاكبر، ثم الاكبر، ثم الاكبر. فيبقى الفصل بين جيل الكتروفوريسيس او الكتروفوريسيس جيل، دي سهل قوي. ممكن بقى نبص نشوف نعرف مين عمر، مين هاني، مين فلان، مين علان، يبقى دي انديفيديوال بنعرفها. يبقى دي تقسيمات الدي ان ايه. في دي ان ايه في النيوكليس، وفي دي ان ايه في الميتوكوندريا. جاي منين؟ نقولها بسرعه، من المذر. في دي ان ايه كودينج اقل من 2%، وفي نون كودينج اكتر من 98%. سبحان الله، ده يا اما موجود داخل الجين نفسه، في داخل يعني ادي الدي ان ايه الحته دي كودينج، واللي ما بينهم اللي هو اللي ما بينهم ده بيبقى نون كودينج. لو جوه الكودينج في حتت نوت كودينج اللي هي بتسميها انترونز، وما بينهم في حتت برضو نون كودينج بتبقى موجوده ان بتوين الجينز. الاولانيه مهمه للتشجيع انهانسز، والثانيه للتنظيم ريجوليشن. وبعدين قلنا اهم تقسيمه اللي هم الست انواع، وقسمتها لكم بطريقه سهله. اكتف اقل من 2%، وكانوا اكتف وبقوا ان اكتف 2%. وبعدين استراكشر في استراكشر معانا 20%، واهم حته كلينيكيا في الهاي ريبيتيتيف سيكونسز اللي نعرف منها الانديفيديوال. وايه اهميه ان احنا نعرف الانديفيديوالز في الكرايمز، في الجرائم، نعرف السسبكت مين الشخص اللي هو محتمل انه يبقى هو ده المجرم. او في الباترنتي يبقى ممكن نعرف انه بيتنازع اثنين اسرتين على طفل حسب ال دي ان اي برينت فينجر برينتنج او دي ان اي بروفايلنج، نعرف هو ينتمي لانهي واحد، لانه احنا بنارس نص جينات من الاب ونص تاني من الام، بس لما تكون قلنا كلها من الام عشان تفتكروا. يبقى دي مهمه جدا. طب وازاي وبنفصل حتت دي اللي هي قلنا الاختلاف في عدد التكرار، مش في التكرار نفسه بين شخص وشخص، عدد التكرار بوليمورفيزم، وان التكرار ده قد يكون من اول 2 بيزس لحد 25 بيزس ويمكن اكتر. واخر نوعين اللي هو التليمير اللي هو عند النهايات بتاعه الكروموزومز وبيحميها وبيقل كل ما تقدم في العمر، وبالتالي الحمايه بتقل، وبالتالي يحصل امراض كانسر وباركنسونيزم وحاجات زي كده لما يحصل تليمير. واخر حته قلناها اللي هي اذرز مش فاهمينها، ربما هي عباره عن فايرال دي ان اي انكوربريتد في الجينز بتاعه الانسان، استخدمها الملحدون فقالوا ان دي بتثبت ان ازاي في كائنين مختلفين في نفس المواضع نفس الحاجات دي. يبقى 100% دي اصاب الكومن انسيستور، وبنستخدمها احنا ان الديزاين بتاع كل الخلايا الحيه قائم على الدي ان ايه والار ان ايه. الدي ان ايه وار ان ايه، مش معقوله وان ديزاين يعني تصميم واحد يثبت أنه هناك يوجد خالق واحد. ما فيش غير واحد، تصميم واحد معناها خالق واحد. أشكركم على حسن متابعتكم، وألقاكم بإذن الله في المحاضرة القادمة هنتكلم فيها على DNA replication. وإلى أن ألقاكم مجددا، أستودعكم الله وشكرا.